اليوم انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح المكثف. احنا اليوم في احد المراكز من 17 مركز الموجودين في ولاية القيروان هذا للسي عقبة. كما شفتوا استعدادات كبيرة سواء من إدارة الجهوية للصحة، إدارة الصحة العسكرية، إضافة لشركائنا الأمنيين، ما ننساوش مضيفينا معناها إدارة المعهد الموجودة، برشا عوان من التربية قاعدين يعاونوا فينا، إضافة للأمنيين، إضافة للحماية المدنية، المجتمع المدني، الكشافة التونسية، الهلال الأحمر، جمعية عزيمة، هذا كل ثم إقبال محترم من المواطنين، ونأمل كون الإقبال يزيد ماهوش ينقص. حلينا كما تشوفوا حوالي 8 شبابيك للتسجيل في نفس الوقت، وهذا باش نسهلوا عملية التلقيح. عملية التلقيح قاعدة تتم في ظروف طيبة، ما ثماش انتظار كبير، الإقبال نعتبروه معناها جيد يعتبر بالنسبة للمركز هذا. بالنسبة للمراكز أخرى زاد كيف كيف قاعدين نتابعوا، إقبال كبير برشا في السبيخة، الإقبال كبير في سيد عمر بوحجلة، في حفوز، قاعدة عملية التلقيح قاعدة جارية لحد الآن ما عندناش إشكاليات. نشكر اتحاد الفلاحين اللي قاعد يوفر في كل لوازم اللازمة من مشروبات ومن مأكولات للإطارات اللي تعمل هنا وإطارات المساندة. إن شاء الله الحملة تتم في أحسن الظروف، وهذه هي راهي بداية، وستواصل عملية التلقيح المكثف هذه خلال الأشهر القادمة حتى نتوصل لتلقيح 80% من عدد المؤمل من الشعب التونسي وخاصة في ولاية القيروان. القروية قديش جرعة التلقيح المخصصة، قديش تتوقعوا اليوم أنه يتم تلقيح المواطنين؟ جرعات المخصصة للقيروان مبدئيا 60,000 جرعة، إن شاء الله احنا نتوقعوا نتجاوزوا 30,000 جرعة اليوم في اليوم هذا، إن شاء الله نأملوا كونوا كل مركز يلقح 2000 ولا أكثر، بالتالي إن شاء الله نتجاوزوا 30,000 جرعة أون إسبير. هذا هو العدد المنشود، هو 30,000. نحن موجودين من هنا حتى للسابعة مساء بلا انقطاع، العملية ستتواصل، العوان سيكونوا موجودين، ولا يوقع غلق المراكز إلا بعد نهاية آخر واحد مش يقبل علينا المركز حتى بعد السابعة مساء. فإحنا كل من يجي مرحبا به، سواء من ولاية القيروان ولا حتى من خارج ولاية القيروان، كل من يرغب في التلقيح عمره أكثر من 40 سنة وما عندوش موانع طبية اللي هي موانع قليلة وقليلة جدا، إلا وإن شاء الله نقوم بعملية التلقيح لكل الفئات العمرية. دكتور، ثم حديث على اللاجئين أو المتواجدين في تونس، نعرفوا ثم سوريين في القيروان، يعني مسموح لهم يجي يلقح؟ مسموح، كل شخص موجود في تونس مسموح له باش يلقح. الأجانب مرحبا بهم، الموجودين في تونس مرحبا بهم، هذا حملة مفتوحة لكل الناس العايشة فوق تراب تونس العزيز. معناش كل من يجينا مش نلقحوا له، سواء تونسي أو أجنبي، المفيد يستظهر لنا بوثيقة نتاع هوية، احنا اللي يهمنا هي الهوية. ما نجموش نلقحوا لحتى واحد بدون ما يكون عنده هوية واضحة. هذا معناه شرط من الشروط الأساسية للتلقيح. سواء يكون تونسي أو أجنبي، المفيد يكون عنده وثيقة في الهوية متاعه. ألف شكرا. شكرا.